خلونا نقف ليه تحليل أكتر الحقيقة، لأنه يعني فكرة إعطاء الوسام هي مدخل فقط لما هو أعمق، لما هو أبعد فيما يتعلق بالعلاقة بين قطر وبين إيران. تفاصيل أكتر نتعرف عليها مع الكاتب الصحفي أستاذ أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، بينضم إلينا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أكرم، أهلا بحضرتك معنا في حلقة النهاردة من خبر اليوم. أستاذ أكرم، محددات العلاقة بين قطر وبين إيران تقرأها إزاي تحديدا في الوقت الحالي؟ هو طبعا العلاقة بين قطر وإيران إحدى العلاقات المعقدة، زي بالضبط العلاقة بين قطر وتركيا. يمكن هو العلاقة متشابهة في جزء تبعية، يعني قطر ذات علاقات متعددة وعلاقات متناقضة في نفس الوقت. يعني هي عندها قاعدة العديد، أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، وفيها إيران والحرس الثوري، احنا عارفين انه كان بيساهم بجزء في حماية أمير قطر، والأتراك كمان متواجدين وقوات تركية وغيره. دي نقطة. النقطة الثانية هو العلاقات المتناقضة دي هي محاولة للعب دور، يعني دائما بتظهر في التناقضات، يعني زي علاقة مثلا قطر وإيران علاقة متقاربة بالرغم من ان هم مثلا الاثنين في سوريا متعارضين، إيران مع النظام السوري وتركيا كانت مع القاعدة ومع الجيش الحر وضد النظام في سوريا، ومع ذلك في ليبيا يمكن في بعض التقارب. إيران يعني قطر وإيران بتحاول إيران تلعب دور مع قطر كجزء من الخروج من أزمة النفوذ اللي هي والمواجهة الأمريكية والعقوبات الأمريكية وغيره، في إقامة علاقات هي بتستفيد علاقات تجارية، خاصة وإنه في حقول غاز مشتركة بين إيران وبين قطر. وفي نفس الوقت مثلا على سبيل المثال بكره الثلاث مفترض في لقاء جواد ظريف وزير الخارجيه الايراني هيلتقي مع وزراء خارجيه قطر وتركيا في اسطنبول. طبعا يعني هذه العلاقات المتشابكه بتدي احيانا احساس بالارتباك او محاوله تغليف، يعني قطر تحاول تغليف نفسها بالعلاقات المتناقضة، خاصة وإنه قطر لديها معرفة حقيقية بأنها إيران أحد الخصوم الواضحين جدا لدول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية والإمارات وغيره، ودائما يعني معارك النفوذ احنا عارفين إنه في اليمن في تضاد واضح جدا في المصالح وفي العلاقات. إيران بتمول الحوثيين في مواجهة التحالف العربي اللي هو يعني بتعتبر ضرر يعني واضح بالمصالح الأمنية والأمن القومي السعودي. قطر في هذا الحال بتحاول في جزء طبعا كيد سياسي، لكن في جزء بتصاب محاولة لتغليف نفسها في وسط منطقة تناقضات والخروج من عزلة مفروضة هي تراها أنها مفروضة عليها بالرغم أنها تحديدا فيما يتعلق بنقطة العزلة. أستاذ أكرم، الدولتين بيعانوا من عزلة حاليا، قطر في محيطها الخليجي والإقليمي أو يعني العربي أكتر منه، وأيضا إيران عزلة في محيطها الإقليمي وعزلة أكبر على المستوى الدولي طبعا بعد يعني العقوبات الأمريكية اللي بتفرض عليها وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي. الدولتين إزاي يستفيدوا من علاقتهم هم ببعض للخروج من هذه العزلة؟ إيه اللي بيقدموه البعض للخروج من العزلة؟ هو طبعا زي ما احنا عارفين انه قطر بتقدم نفسها كسوق واضحة، لانها قطر بتمول جزء كبير جدا من التجارة البينية، او في ايران بتحاول انه قطر لما تعرضت لمقاطعة عربية تحاول تعويض السلع وتعويض العملية التجارية، واتجهت لنفسها يعني ممر تجاري مع إيران ومع تركيا في نفس الوقت، لأن تركيا برضو لاحظ أن قطر مولت جزء كبير جدا من المؤامرات التركية رهانا على أن تحصل على عائد. تحالف واضح يعني ما بين قطر وتركيا، هذا الدور أصبح مرتبك، يعني 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 إذا ده بيعكس في جزء كبير منه بيعكس حالة ارتباك وخوف قطري ومحاولة لعب دور أو أنها تحتمي مثلا بإيران على أساس أنها خصم واضح لدول مجلس التعاون الخليجي، تحتمي مثلا بتركيا، بالإضافة إلى أنها بتقدم نفسها على أنها ذراع للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى في سياساتها
يعني مثلا هي على علاقة قوية جدا بإسرائيل، وفي نفس الوقت تكتشف أنه إيران مثلا بتهاجم إسرائيل وعدو واضح. يعني في جزء من ده طبعا لعب دور مزدوج، لعب دور قنوات خلفية، لعب دور أيضا اللي هو الوظيفة أو الوظيفية في المنطقة باعتبار أنها رجل أمريكا الذي يمكن أن يتوسط مع إيران، أو رجل إيران الذي يمكن أن يقارب مع أمريكا وإسرائيل. وهل ممكن قطر تقوم بالدور ده؟ وإسرائيل بالمناسبة حاضرة في هذا الأمر بالرغم من أن لا قطر تقدر قطر تقوم بالدور ده يا أستاذ أكرم؟ لا هي مش هتقدر تقوم به، لكن هي زي ما احنا بنقول قطر وفي جزء من ده تركيا وغيره، قطر أقرب للمقامر اللي هو بيدفع أو يخسر في لعبة القمار بدرجة كبيرة، بيحاول تعويض مكان يعني تعويض خسارته بأنه يفضل يلعب ويخسر، لأن احنا هي خطر خسرت بدرجة كبيرة في سوريا، خسرت في ليبيا خلف تركيا، وفي نفس الوقت ربما تكون بتلعب دور، ممكن تكون بتقدم نفسها أحيانا بالمناسبة، بتقدم نفسها على أنها ربما تكون مصدر معلومات، تقيم علاقة مع إيران وتكون مصدر معلومات للولايات المتحدة، خاصة وأنه علاقة قطر بالولايات المتحدة هي تقدم نفسها على أنها الحليف أو الخادم للسياسات الأمريكية. وزي ما احنا قلنا أنه في يعني في جزء طبعا مصالح مشتركة، يعني إيران بالتأكيد في الحصار الدولي أو غيره، ومع قطر اللي هي معزولة عربية، إيران هتجد في قطر سوق واسع لأنها تبيع لها السلع والحركة التجارية والمجال التجاري هيكون لصالح إيران، فهتقدم شيء، لأنه في جزء يعني في قطر التشابك مع العلاقات الإقليمية والمغامرات المختلفة هي تبعت تركيا وتخسر مع تركيا إلى درجة كبيرة فيما يتعلق بالكثير من المغامرات. وأظن أنه مع إيران، سواء إيران طبعا بالتأكيد يهمها مصالحها ويهمها مصالحها التجارية، حتى لو كانت بتقيم علاقة مع دولة زي قطر تعلم أنها يمكن جزيل. أن تكون قناة معلومات أو قناة تجسس. بشكرك أستاذ أكرم، وصلت الفكرة على إيران. أستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، شكرا جزيلا يا فندم على هذه التفاصيل.